إننا نعيش غفلة شديدة عظيمة عن قضية الخاتمة. يا عبد الله يا مسلم، أقسم برب الكعبة الذي جمعني وإياك، إنك ميت، والله إنك ميت، وإن اسمي واسمك في عداد الموتى، لكن القضية قضية وقت، الله أعلم متى تكون المنية وكيف تكون المنية. يا رب اجعلها على خير حال تحبه لعبادك الصالحين. هل ضمنت الخاتمة حتى تعيش كما تعيش، وحتى تأخذ من الدنيا ما تريد؟ هل أمنت أن الله قد غفر لي ولك ذنوب السر والعلانية، وذنوب الظاهر والباطن، وذنوب الكبيرة والصغيرة؟ إياكم ومحقرات الذنوب، فإنهن ما اجتمعن على امرئ